أنا اللي يلعب علي من وراي ما أحبه ولا أحب التعامل معاه، لأني ما أحب الطعن من الظهر. أنا أطعن ما عليه، لكني ما أحب أحد يطعني. واعتبر من هذه اللحظة أنه ما في أي علاقة بيننا. تفضل انزل من السيارة. بنزل من سيارتك، بس المهم اعطيني فلوس الاول. فلوس؟ اي فلوس؟ 5000 اللي اعطيتك اياهن. اثبت انك اعطيتني 5000 ريال ولا اقول لك روح اشتكي في الشرطة، واذا سألوك من وين جايبنهم قلهم انك سارقنهم، ويكون في علمك ان في الحالتين بتكون خسران. انزل من السيارة. طيب يا صالح، تأكد ان رايحين نتقابل، لا تنسى كلامي زين. ايوه يا هلال، خذ رقم غسان. ايوه تمام. الف شكر يا صالح. شكرا. ايوه فوزية، لما تفضي مري علي المكتب. شكرا. سامحتني زين؟ أنا يا ما نصحته يا ما قلت له يا ولدي لا تمشي مع أصدقاء السوء، لكن ما سمع الكلام، خليه يستاهل اللي صار له. رفضت تضمنيه عشان يطلع من السجن؟ خليه يموت طول عمره هناك علشان يتعلم درس ما ينسى. إيش القلب اللي في داخلك بس؟ إيش القلب؟ قدرت تيجي عنه وهو في السجن؟ بس حاب أذكرك كل اللي إحنا فيه واللي صار واللي بيصير، أنت السبب فيه. بس قعد من هذا الكلام الفاضي. اذا ما عاجبنك اللي اسويها طلعي برا البيت. تفضلي، ابي اشوف ايش اللي ممكن تسوي بدوني. وين بتروحي؟ بسوي وراح تشوفي. بسوي اللي انت رافضه تسوي، بسوي اللي يخليك طول عمرك تندمي عليه وبتشوفي. اسمع يا صوت، ابغى هذا الكلام اللي دار بيني وبينك الحين يكون سر، حتى امك ما تعرف عن هذا الموضوع، مفهوم؟ وطبعا هذه السريه تبغاها لحد ما يتم الزواج. لا، حتى بعد الزواج، لغايه ما الامور ما تهدى وبعدين اقول لك. من تاخذ مني الضوء الاخضر ساعتها ممكن تسوي اي شيء. لكن يا أبوي أنا مستغرب من شيء واحد. إيش هو هذا الشيء؟ منى،
ايش اللي خلاها تغير رايها وتوافق على زواجنا؟ ايوه يا بنتي خير ان شاء الله. امين ايش؟ طيب هو في اي مركز الحين؟ خلاص يا بنتي خلاص، انا وسعود الحين نروح المركز ونطلعه ان شاء الله، وبخلي سعود هو يوصل لحد البيت. اطمني يا بنتي. مع السلامه. مع السلامه. خير يا ابوي، ايش اللي صاير؟ كل خير يا سعود. الفرصه اللي كنت اتمناها طول عمرك جاءت الحين. ابغاك تثبت لمنى انك انت الزوج المناسب لها، وانك قادر على حل كل مشاكلها. انا حاضر يا ابوي، حاضر لكل اللي انت تقوله، بس خبرني ايش السالفه. اسمع مني ايش اقول لك يا سعود، وابغاك تنفذه بالحرف الواحد. اللي بغيت اعرفه من وين جبتي هذا الرقم يا فوزيه؟ اللي يحب شيء يسعى له. ولا تريد تقول له اني مقصره؟ لا ابدا، انت ما مقصره في شيء. ما اعرف، يمكن اكون مقصره. اخاف المبلغ اللي اعطيتك اياه ما كفاك. الخمسة آلاف اللي عطيتيني اياهم. تقصد اللي سلفتك اياهم؟ اي نعم، الخمسة آلاف اللي سلفتيني اياهم بصراحة ما كفوا في شيء. تعرفي مشاكل الأهل كثيرة، فأقول يعني لو ممكن تسلفيني مبلغ ثاني بالإضافة للخمسة آلاف السابقة. أخاف أعطيك المبلغ وتختفي مثل ما اختفيت المرة الماضية. أنا متأكدة أنك أتخاف لأجلس أطالبك باللي عليك. لا أبدا، أنا ما أنكرنا علي خمسة آلاف، ومستعد أكتب لك شيك بالمبلغ إذا حبيت يا فوزية. الحين أنا ما محتاج لشيكاتك يا غسان، يكفيني اعترافك بحقي. أنا مستحيل أنكر حقك يا فوزية. المهم متى أقدر أجي أستلم المبلغ الثاني؟ وقت ما تريد. حاضر يا غسان، مع السلامة. أحسنتي يا فوزية، أحسنتي. كل المكالمة اللي دارت بينك وبين غسان سجلت عن طريق الهاتف النقال. لكن نقدر نعتبر المكالمة دليل على غسان؟ نقدر نخوفه بها على الأقل، لأنه غسان من يعرف أنه المكالمة تسجلت من نفسه بيجي ويترجاكي علشان يرجع لك الفلوس، لأنه غسان ما يحب مشاكل مع أي جهة. وأنا ما أريد غير فلوسي وبس. ترويش، أشوف طلباتك زادت أكثر من اللازم. اللي سمعك بيقول ان كل طلب طلبتك اياه نفذته، ونسيت ان احنا جماعتك وساعدناك وشهدنا لك في كل شيء. يا درويش ما وقت هذا الكلام، خلنا جالسين مبسوطين، لا ترجع لنا راسنا الله يهديك. بس انت وعدتنا كثير انك ما تخلى عنا يا مرشد، والحين لما جيناك سوى نفسك ما تعرف شيء ولا كأننا وقفنا معاك ابدا. حتى انت يا حارم، حتى انت سويت مثل درويش؟ وانا اللي اقول عنك رجال عاقل وطيب وهادي، حتى انت؟ واحنا نقول بعد رجل كريم الشام اللي ما يتخلى عن اصحابه في وقت شده. انت كأنك شبعت، ولما شبعت قمت. درويش حفظ لسانك، لا اخرج من مكانه. انا الحين ما حيلت الا لساني، وانت تعرف لساني زين لو تكلم يا مرشد. مطر. نعم عمي. سير سوينا قهوة. الدلة بعد ما تروسها يا عمي. سو غيرها، تب اللي فيها وسوينا دلة ثانية. قم إن شاء الله عمي. تحرك. استهدي بالله يا درويش، استهدي بالله، خلي عاقل ورزين. أنا بعطيك اللي تريده، بس المسألة تحتاج صبر منك شوية. أنا ما طلبت منك صدقة، أنا طلبت سلفة. وكم عاد السلفة؟ 500 ريال عشان أصلح بهم بيتي
وانت راح تقول ما عندي وتتعذر. وانا بعد اريد مثل 500 ريال. يا جماعة الخير يا جماعة الخير صدقوني لو عندي ما ترددت لحظة، بس ما عندي، كنت اعطيتكم اياه هبة، عطية، هدية، ما سلفة، لكن ما شحيلة. انت ما يكفيك التوكيل اللي اعطيتك اياه فاطمة؟ حولت كل مبالغها وكل حسابها باسمك وبعدك تقول انا ما عندي وتتعذر؟ اسكت يا درويش، لا يسمعك هالهبيله مطر ويسوي لنا سالفه. اسكت انت الحين، بتعطينا مطلبنا ولا تخلينا نرجع مثل ما جينا؟ والله ايش اقول لكم، ما دام انك ذاك احسن نقوم سير وبنتلاقى يا مرشد، والبيدار ما يشتغل عن مقزه. جالسين يا جماعه جالسين، خلونا جالسين رامسين، توه بعده في وقت ان شاء الله. بترمس الليلة زين يا مرشد، يلا نروح حارب. قم روح. الدلة جاهزة عمي، اشربها. كلها شربها مطر. لو انا ما كنت اظن ان مرشد رايح في يوم من الايام انه يغدر فينا. مرشد ما يهمه غير مصلحته، مثل ما يقول صاحب مثل، من تسلم ناقتي ما علي مرفاقتي. عسى ان شاء الله ما يتهنى ببيزه من فلوس الناس اللي كلهن، وعسى ان شاء الله يحرق له قلبه مثل ما حرق لنا قلوبنا، ولا يفكر هو راح يسوي لنا الطريقه ونرهن له بيوتنا مثل ما سوى عند سيف وخميس. والحين ايش الشور اللي تشوربه انت علينا؟ الشور عندي يا حارب، لكن على شرط انك ما تغدر فيني. وعد الله اكون معك، بس اريد ان تكون من مرشد. اذا اتبعني خلينا نروح. خلي من هناك، من على الباب. انا مطر يا عم، دقيت اخبرك بشيء مهم. يلي ما تستحي توفي الفيصل ليالي. الخبر اللي عندي ما يتعجل للصبح، لان عمي ما بيخلينا نجي مره ثانيه هني. فتح يا رجوش. إذا طلع اللي جايب إن الخبر ما يسوى بقلع لك عينك، تعرف؟ قبل شوية كنا جالسين أنا ودرويش وحارب في مزرعة عمي مرشد، وسمعت هناك إن فاطمة أعطت عمي مرشد التوكيل على ملاكها. قام عمي وكتب جميع أموال فاطمة كلها باسمه. إيش تقول؟ ما عندي كلام ثاني أقوله غير إني سمعتيه، وإذا ما صدقي زي درويش وحارب هم بيخبروش. أنا طايم أسير عنك الحين. رايش انت فاطمة؟ فاطمة 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 خير يا أمي. مالش انت عطيتي مرشد توكيل لأملاكش؟ انت من اللي خبرش؟ انت جاوبين الاول عطيتيه او لا؟ امي عمي مرشد في مقام ابوي، هو قادر يتاجر في اموالي ويزيدها، والتجاره تريد واحد يتحرك. يعني عطيتيه توكيل ومن وراي من غير ما اعرف؟ ليش يا فاطمه؟ ليش سويتي كذاك؟ ليش؟ خير يا امي، ايش اللي مستوي؟ مرشد حول جميع املاكش باسمه. مستحيل مستحيل عمي مرشد يسويها، مستحيل 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 مستحيل. اللي سواها مستحيل، هذا اللي كان طول عمره ياخذ مني انا.
لكني انا كنت كاشفه كل الاعيبه والنتيجه دار عايش انتي وخذ منش كل شيء كل شيء. ليش يا فاطمه ليش ما كنت تخبريني؟ ليش ما شاورتيني؟ ليش؟ ما قادرة أصلا، أنا ما قادرة أصلا. نعم يا مرشد، في مقام أبوي يسرقني، يسرقني وأنا اللي ما منتنا على حياتي كلها. لا مرشد عمره ما كان إنسان، مرشد شيطان، ما كان إنسان، مرشد سرقنا وضيعنا، سرقنا وضيعنا، سرقنا وضيعنا. لا حمود يسكت مزرعته. ليش ما نروح نرد الفلج مزرعة مرشد؟ احنا نروح شو شغلنا. خير إن شاء الله. أنا توني بعني جالس أسقي، تو من هذا اللي قطع علي الماي. هذا أكيد واحد من اللي سرقوا حقوق الناس. حتى معاي أنا تعملها يا مرشد؟ ما عليه، أنا أعرف شغلي معاك زين. هاشم تو مالك زايد، مالك هاشم؟ مو عندك تو؟ انت ما عندك خبر عن مو حريقة داخل مزرعة مرشد؟ آه
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم لا شماتة، ربك ما يضرب بعصا، لكن عزيز ذو انتقام. مشكور يا هاشم مشكور. لو صارت هاي الفعلة في مزرعتك كان أول واحد اتهمون أنا. الحين مين بتتهمون ها؟ مين بتتهمون في الفعل اللي صارت في مزرعتي؟ ولا أكون بعد أنا اللي سويته يمكن؟ الله ما بعيدة، أتسويها وترميها على غيرك مثل العادي يعني. غير اللي سواها وهو يعرف نفسه. تأدب عني يا مرشد، أنا إنسان حق بيت الله تعالى وما أسوي مثل هذه الفعايل الشينة. وإن كنت أقول إنك تستاهل اللي يجيك من رب العالمين، واللي يسرق حقوق الناس الله تعالى بينتقم منه. ولما حولت الفلق لمزرعتك إيش معناه؟ معناه إنك جالس تسرق مني وربك شافك. اللي دور الفلق لمزرعتي هو اللي حرق المزرعة عشان يبعد التهمة عن نفسه. انت بعدك تتهمني انا؟ حاشاك الحاج حمود عن هذا السوالف. واحنا ما فاهمين شيء. اسكت انت، وانت اللي واقف عدالك هذاك بعد ما لازم تفهموا شيء. بس حارب درويش يعرفوا ايش اللي سووه. حماء، كل شجرة احترقت في مزرعتي رايح ادفعكم قيمتها من عيونكم وبيني وبينكم الشرطة. هذول يا الحاج حمود هم اللي دور الفلج الى مزرعتي علشان يسوون بيننا مشاكل ويسوون بيننا فتنة ويتهمونك انت بالفعل اللي سويوها. لا صدقوا يا الحاج حمود، لا صدقوا، هذا ضلال وكذاب. كذاب انت، كذاب كذاب. ها ايش قصدك يعني اني كذاب؟ يعني تقصد ان الحاج حمود هو اللي حرق المزرعة؟ الحاج حمود حاشاه عن هذه السوالف. حاشاه؟ اذا انتوا اللي سويتوها وحرقتوا المزرعة، وفي مركز الشرطة بتقروا بكل شيء، وبنشوف يا درويش انت وحارب نشوف. طيب يا سعود، شكرا ما قصرت. خلاص خلاص انا بكلم عمي. يا رمسان أمين بعد ما طلع من السجن. خليه يتأدب في السجن. يعني بعدك مصر على موقفك؟ مثل ما أنت مصر على كل المواقف. ترى أنا ما عندي شيء أخسره ولا شيء أندم عليه. وحتى أنا ما عندي شيء لا أخسر عليه ولا أندم عليه. صدقيني بتخسري بتنتمي. ايوه عمي عبد العزيز، جهز كل شيء، انا الحين بجي. فضلي يا بنت، فضلي فضلي، البيت بيتك، وألف ألف مبروك على زواجك. وانت بعد مبروك عليك، نصيبي ونصيب أمين من الشركة يا عم. Thank you.
ليش يا منى؟ ليش سويت كذا؟ أمك ما تستاهل كل هذا التصرف منك. هي تحبك وتخاف عليك، هذا جزء خوفها يا منى. إيمان بلاش من هذا الكلام، غيري هذه السالفة، غيريها، خلي الأولاد يرتاحوا شوية. عمتي أعتقد ما عندكم مانع تستضيفونا كم يوم الحين، إن شاء الله ما نحصل سكن بس. طبعا طبعا طبعا، ما عندنا مانع أبدا، تختاروا المكان اللي تبغيوه، هذا البيت بيتكم يا ولدي. يلا يا منى. جاي تباركي ولا جاي تسوي مشكلة؟ جاي أشوف بنتي. وين بنتي؟ بنتك عند زوجها، واللي ما وافقتي علي وافقت علي بنتك وبرضاها. انت عارفة زين ان عبد العزيز ما يفوت شيء ابدا، واللي ما تحقق لي في والايام بيننا. تفضلي يا سميرة تفضلي. انا ما جاي اتفضل، جاي اخذ بنتي. لكن بقول لك شيء، لا تفتكرين اللي سويتيه انش تنتقمين مني انا، لا، كل اللي سويتيه انت قاعده تنتقمين من نفسك. بكره بتعرفين كل شيء. انا بس جيت اتاكد من صحه زواجك، والظاهر انه طلع واقع، بس الواقع الجديد اللي لازم تعرفينه يا منى اني لا انا امك ولا عارفك، ومحرم عليك دخول بيتي مرة ثانية. سميرة أرجوك انتظري. سميرة وجهك ابدا. طلاقك الحين يا مدام بيكلفك الثمن غالي، بتخسري بيتك ومحلك. انت نسيتي اني شراهن البيت للبنك علشان السلفه؟ Thank you.
السلام عليكم اخوي خميس، كيف حالك اليوم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله احسن اليوم، ان شاء الله احسن. الحمد لله بخير. نفسك بعدها ما طايبه مني يا اخوي يا خميس، انا بس جاي اطمن عليك وعلى صحتك، وما اريد منك شيء ابدا، جلس في بيتك والله يريحك. يلا اخوي اترخص عنك الحين. ماذا الباب؟ مرشد جاي علشان موضوع الأرض مرة ثانية؟ لا لا لا، هذه المرة جاي اطمن علي. خوفتني. الحمد لله، أنا حسبت في شيء ثاني. بس تعرف يا أبوي، أنا حاسة أن مرشد جالس يتغير للأحسن. أنت شايفة كذاك؟ أنا أقول يمكن، بعد أنت ما شفت وقفته معاك في المستشفى. مرشد بعده يريد شيء. لكن أنا برجع، برجع. أنت أصلاً ما عطيتني شيء وسرقته منك، ولا تغلطي مثل ما غلطت امك. لا، انت سرقتني وحولت كل اموالي باسمك. اسمعني زين، يا انك ترجع لي حقي يا اني اشتكي عليك وفضحك قدام الله وخلقه. سوي اللي تريد تسويه، ما خاص اللي انت بعد ترفعي صوتك علي. واذا كان ما تعرفي طريق المحكمه، انا مستعده اوصلك بنفسي، وقبل لا تسيرك اوصيك على امك اني ما احب تشاركني في شيء ابدا، والبيت اللي ساكنينه يا تشتري نصيبي منه يا عشتي نصيبها منها. ها؟ يعني تريد تطلعنا من بيتنا بعد؟ والله احنا شركاء في البيت وحسب الاوراق اللي عندي. ها الحين ايش ناوي تسوي؟ ما اعرف، بس اريد ارجع كل حقوقي منه كلها. ما اعرف ايش اقول لك يا فاطمه، بس انت محتاجه حد يشهد معاكي. لكن من هذا الحد، حاولي تعرفي مين اللي يزور مرشد في المزرعه، اكيد واحد منهم شاهد معاه ويقدر يساعدك.
وتعتقدي اللي شهد معاه ممكن يكون ضده ويشهد معي؟ مستحيل مستحيل يا سلمى، هذا اصلا بيورط نفسه لانه يكون شهد زور من قبل. ما حاولتي تتصلي بغسان؟ يمكن يقدر يساعدك، وخاصه الايام الماضيه هو ومرشد كانوا شبه متفقين. تفتكري غسان ممكن يوقف معي؟ غسان اصيل صاحب الاصل، ما يتخلى عن اصله. اذا جاء البلاد كلميه في الموضوع. ما تقولي انه خطيبك؟ يعني طبيعي يعرف باللي صار وخليه هو يتصرف. بس هو وينه غسان الحين؟ انا ما اعرف كيف اوصل له. انت خلي الامور تمشي طبيعيه من غير ما تحسسي مرشد باي شيء. حاولي تهدي خالتي زكيه، لما يجي غسان خبري بالموضوع. انا خايفه، خايفه يا سلمى ان يصير شيء لامي. خايفه لو انت شفتيها كنت بترحميها. الله يكون في عونها. سامحيني سامحيني يا سلمى، سامحني اذا امي سويت في شيء. امك معذوره يا فاطمه، وانا ما زعلانه منها، هي حسبت امي. وتاكدي اذا كنت تريديني في اي شيء انا معاكي، وحقك بيرجع لك. يا رب يا رب. لا تخافي يا منى يا بنتي، من يخلص التحقيق امين رايح يطلع على طول. انت عارفه انه امين متهم في اكثر من قضيه، المخدرات، قيادة سيارة من غير رخصة، سرعة في الطريق، حادث سير، وفاة شخص أثناء الحادث. هذه الأمور تأخذ وقت يا بنتي. يعني إيش؟ يعني يا بنتي المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. أنا وكلت له أكثر من محامي وإن شاء الله بيساعده. وأنا مثل ما وعدتك يا بنتي إني أكون جنب أمين وجنبك أنتي، أنتوا مثل أولادي، أنا لا يمكن أتخلى عنكم أبدا. بس الله يسامح أمك، كان دايما تشوه صوتي قدامكم. كفاية يا عمي، أرجوك لا تجيب طاريها الحين، أنا اللي فيني مكفيني. يا منى مو رايش نروح نتعشى برا أحسن؟ على الأقل نكسر حاجز الملل اللي نحن فيه ونحتفل بزواجنا. أما هذه فكرة زينة يا بنتي، تطلعوا وتكونوا مع بعض وتتكلموا وتفكروا في مستقبلكم. أنا ما أريد أطلع مكان، خلاص خلاص. على راحتك يا بنتي، اللي تشوفوه. ايش هذا يا ايمان؟ وين رايحة؟ انا ما قادرة ابقى ولا دقيقة من اللي جالس يصير في هذا البيت. ايش جالس يصير يعني؟ كل الامور طبيعية، ما في شيء تغير ابدا. كل شيء تغير يا عبدالعزيز، في اشياء ثانية راح تتغير. وجودي معك في هذا البيت معناه اني انا شاركتك في كل اللي جالس تسويه. انا صاحب حق. بسك عاد من هذه السالفة، بسك من الكذبة اللي جالس تكذبها على نفسك. المسألة تعدت الحق من زمان، المسألة صار فيها ضحايا، وهذيل من ضمن الضحايا يا عبد العزيز، والباقي جايين في الطريق. إيمان بس ولا كلمة. أنا طالعة، واللي يصير خلي يصير. خالتي إيمان أرجوش لا تتركي بيتك. ما عاد لي بيت يا منى، ما عاد لي بيت. سمعي يا إيمان، إذا طلعتي من هذا البيت مالك إلا كلمة واحدة عندي. عمي أرجوك خلي يقولها. أنا عارفة أني خسرانة كل شيء، بس ما أريد أخسر نفسي أكثر من كذا. عجبي الأمر الغريب بالقشة يحسب نجاة، عجبي الأمر الصديق
ما صدق في ندا عجبي الأمر الغريق بالقش يحسب نجا وعجبي الأمر الصديق إن ما صدق في ندا الكون كله يضيق والكون واسع مدى الكون كله يضيق والكون واسع مدى والدافع يكمن بعمقه دوا والدابع للحكي يكمن بعمقه دوا فوزية ما تستاهل مني هذا التصرف. كيف أنا سويت كذا؟ كيف؟ إلى متى يا غسان؟ إلى متى؟ ما لازم تستمر في الغلط. لازم تبني نفسك صح، لأن الغش والكذب على الناس بناء هش ممكن في أقل من لحظة يطيح وينهار. إيش اللي صار لك؟ معقولة اختلاطك ببعض الناس السيئين يخليك تصير أسوأ منهم؟ لا لا، لابد أنك تعيد حساباتك وما تخلي هذا الوضع يستمر. البداية مع فوزية، وبعدين فاطمة، وأمي. أمي لازم تسامحني، بدون رضاها عني لا يمكن إني أنجح، لا يمكن، لا يمكن. لا أبدا، أنا ما أنكرنا علي 5000، ومستعد أكتب لك شيك بالمبلغ إذا حبيت يا فوزية. إيش معنى هالكلام يا فوزية؟ معناه يا إنك ترجع فلوسي أو إني أسلم المكالمة هذه للشرطة، ولك الاختيار. ليش يا فوزية؟ ليش؟ علشان ما تواصل خداعك معي. بعد ما خذيت الفلوس مني ما في أي شيء يثبت إني سلمتك 5000 ريال، والمكالمة هذه أكبر دليل على إنك أخذت مني الفلوس. معقولة؟ معقولة أنت تقولي هذا الكلام؟ فوزية اللي نعرفها الطيبة الحنونة تقصد تقول فوزية الغبية اللي صدقتك من أول كلمة قلتها؟ للأسف للأسف ما كنت أعرف أنك ممكن تتغير بهذه السرعة. للأسف
أنت اللي تغيرتي يا فوزية. أنا لما خطبتك، لو سمحت انسى أنك خطبتني. أنا ما مستعدة أتزوج واحد محتال مثلك. إن كنت أنا وتصرفت معاي بهالطريقة، فكيف تسوي في الناس الآخرين؟ طيب يا فوزية، إيش المطلوب مني لك؟ عندك 48 ساعة ترجع لي فيهن فلوسي، أو إني أسلم المكالمة هذه للشرطة وبعدك بترجع لي فلوسي. تهدديني؟ أيوة، أنت اللي خليتني أتكلم معك بهذه الطريقة، وأنت اللي بتخليني أنفذ تهديدي إذا ما رجعت لي فلوسي. والحين تفضل اطلع برا. بطلع يا فوزية، بس أنا كنت جاي علشان الموضوع، ولازم أسويه طبعا. فلوسك في هذا الظرف يا فوزية. أديهم لو حبت أديهم، لأني أساسا جاي علشان أرجع لك فلوسك. والمكالمة هذه إذا حبيتي توديها الشرطة أو أي مكان ثاني وديها، أنا ما عندي مانع، لأنه خلاص ما عاد يهمني. شكرا لوقفتك معي فوزية. مع السلامة.